انواع السمك اللي هنا ده كل ده كاليكو، دي سمكة كاليكو بيقولوا عليها فانتين، اللي جوه دي كوي اللي منها واحدة دي اسمها ايه؟ كوي. سمك سن. بتغير له المية كل قد ايه؟ المية كل ما كل دورة، انا معايا في المحل كل دورة، لكن يعني السجون اللي غاوي مثلا يربوا كده كل ما تتوسخ معاه. انت مش جايب مساحة الازاز دي او الدمام؟ عندي مساحات بس هم غطسانين. غطسانين فين؟ ورا يعني؟ ورا؟ مش باين. الحوض اللي تحت فاضي؟ مساحة. ده بينزل اسمه ايه؟ سمكة ايه؟ هي لها اسم علمي كده الفلوس، بس ما بشغلش دماغي بيه، هو انا بقول عليه مساحه وخلاص. طب اظن دي سمكه بلدي بقى اللي تحت. ده في سمك هنا، تعالى بنراضيها الاطفال. طب على فكره في انواع بيقول لك ما ينفعش الانواع تتحط مع بعضها عشان ممكن تاكل في الاوسكار. الاوسكار ده مش عندك ده مفترس. الاوسكار مفترس، ما بياكلش الا السمك، ما بياكلش الا لحم، يعني مش اي حاجه. لا مش اي نوع، ده انواع مصري. ده خلي بالك تفريخ مصر كله. لكن انواع التانية الانجل، كاليكو، البلاك مور، الحاجات دي كلها بتيجي من بره. بتاكلوا ايه برضه؟ عندي الاكل بتاعهم موجود، منه الحبوب الكبيره اللي زي دي، اكل اللي هو اكل المزارع، في الاكل اللي هو العادي بقى اللي هو الالوان ده. بتحطوا له كل قد ايه بقى؟ عامه كل ما السمكه تكون جعانه انشط، يعني نشيطة اكتر. تكون نشيطة. ممكن احط لها مرتين في اليوم مثلا؟ لا ممكن مرة كل يومين مثلا، كل يومين، كل ثلاث اربع ايام بس. هو اللي بيبيع لك بيقول لك اكلي كل يوم عشان الاكل يخلص تيجي تاخدي منه على طول. طيب بالنسبة للمية اللي بتحطها، مية لما بنغير مية حوض السمك لازم يموت منه؟ ما هو عشان انت بتحطها بطريقة غلط. هو المفروض السمك ده بتعزل في ميته. ايوه. تغسلي حوضك صح، بتحط المزيل بتاعه، مزيل الكلور. هو ده بقى فين هو؟ طيب مزيل الكلور هتاخده من ده عربي، او ممكن تحط له ميه معدنيه بس طبعا مكلفه جدا. ما تغطش عشان هتبقى مكلفه. ده مزيل مزيل كلور وشبه مزيل الكلور والشبه. كام ده بقى؟ ده عامل 5 جنيه. حلو. ده يتحطوا الكميه دي كلها في المره؟ 25 30 حبايه من ده الحوض ده، لتقبير الحوض حسب حجم الحوض. طبعا السخانة مش محتاجة سخانة اليومين دول. لا السمك ده ما محتاجش سخانات عامة، صيف أو شتاء. بس المية بتبقى ساقعة أو في الشتاء؟ بتبقى ساقعة وفي ترمومتر درجات حرارة. عندي السخانات وعندي الترمومتر بس أنا ما بحطهمش.